كل المصريين محتاجين يعملوا تحليل دي ان ايه. دي كانت كلمات طبيبة مصرية لأمراض النساء لما راح لها بعض الحالات الكتير جدا من الزنا للأسف الشديد، وعايزين يروحوا يسقطوا أو ينزلوا المولود بطريقة غير شرعية. فقالت يا جماعة، اتكلمت بمنتهى الصراحة وعملت فيديو، وما كانتش متوقعة انه هتطلع ترند، وما كانتش متوقعة ان مصر والعالم العربي كله هيشوفها. قالت فيه ان احنا كل يوم بيتردد علينا حالات معينة، وحكت كذا موقف لحالات متشابهة وبدون ذكر اسماء. قبل ما احكي لك القصة وقبل ما احكي لك الحكاية والتفاصيل واحكي لك وجهة نظري انا في الغلط والصح، قول لنا هل من الممكن ان طبيبة تطلع تحكي ماذا يحدث معها مع مرضاها في العيادة بدون ذكر أسماء لتوعية المجتمع، ولا هذا يعتبر إفشاء لأسرار المرضى؟ أنا من وجهة نظري هذا موضوع عادي جدا، ما فيهوش أي إفشاء لأسرار المرضى، لأن أنت طلعت حكت مواقف بتحصل معها حقيقة واقعية، ما جابتهاش من الخيال ولا حاجة، من اللي بيحصل معها. وده بيحصل في أي مهنة، ممكن محامي مثلا يطلع يقول أنا كان عندي قضية كذا 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 ويحكي تفاصيلها عشان الناس تتعلم. مش شرط طالما ما ذكرش الاسماء، طالما ما وصفش، طالما ما قالش الاشخاص، ما ذكرش فين بالظبط، ما حددش المكان، ما حددش الزمان، ما حددش اليوم، ما حددش الاشخاص، يبقى كده هو بعيد كل البعد عن فضح موكليه. فهو بيتكلم في العموم، وده اللي عملته الدكتورة، ان هي اتكلمت في العموم وقالت يا جماعة خلوا بالكم، يا جماعة ولادكم، يا جماعة التربية، يا جماعة، وعندها حق في كل ده. انا تحفظت على الدكتورة بس في بعض الالفاظ اللي قالتها، الفاظ سوقية، الفاظ بتتقال في الشارع، ولكن مش دي المشكلة. بالنسبة لي انا المشكلة اللي في الموضوع هو تسليط الضوء على حاجة معينة مهمة جدا، وهي الزواج العرفي اللي موجود في مصر. بتقول لك ان البنت اللي جات لها او الست اللي جات لها حامل قالت لها فين جوزك، فين الاوراق عشان الطفل، عشان احنا عندنا طبعا لازم يكون الزوج، لازم يكون في قسيمه تثبت ان هي متجوزه، مين هيتكتب باسم مين الطفل. المهم فطبعا ده موجود في كل مكان. فلما جه واحد اصغر منها، هي الست يعني بحال امه، في مقام امه في سنا، الفرق بينهم كبير جدا، وجايب حته ورقه معفنة وعلى رأي الدكتورة ويقول لها هذه هي عقد زواج عرفي. ولما اتصلت وبلغت البوليس، البوليس قال للولد هذا عقد زواج عرفي بينك وبين انت فعلا ابو الولد، الولد هيتكتب باسمك، الولد هيورث معاك، الولد مش عارف ايه، الطفل مش عارف ايه. وهنا هي دي النقطة المشكلة. يا جماعة انتوا كده يعني طلعتوا حاجة للناس وللعوام ان الجواز العرفي في مصر يعتد بيه، وينفع كمان يكون اثبات النسب، يثبت النسب ويعتد بيه كزواج. انا ما شفتش مثلا، ما سمعتش الدكتورة قالت ايه، لا ازاي انتم متجوزين جواز عرفي، لازم هتتحاسبوا هتتحكموا انا ما شفتش كده. قالك لا هذا ما نقدرش، والدكتورة طلعت قالت طالما معاهم الورقة دي ما نقدرش نعمل اي حاجة. ازاي يا جماعة، ازاي الكلام ده؟ ده احنا عملنا ايه؟ لفتنا نظر الناس والشباب والمجتمع ان الزواج العرفي معترف بيه. وحتى في المستشفى لو راحت مراتك تولد او اللي انت متجوزها تولد، سهل جدا تكتبوا اي ورقه ساعتها وتقولوا ادي. يعني انتوا كده بتسهلوا على الطريق على الشباب. ده الموضوع الاول. واحده اخرى تقول لك انا طبيب التحاليل، كميه التحاليل اللي بتتحلل الدي ان ايه كتير جدا يوميا في مصر. يعني معنى كده المصريين بيشكوا في ولادهم، بيشكوا ان دول مش ولادهم، بيشكوا مش عارف ايه، وبيروحوا يحللوا الدي ان ايه. المشكله بتقول لك ايه، الاكتر من كده او الالعب من كده هي ان نتيجه التحاليل بتطلع سلبية. يعني دول مش ولادك، دول مش ولاد دول، دول مش ولاد دول. يعني اذا كل الناس تشك في بعضها، ولا حول ولا قوة الا بالله. وده هو النقطة المهمة اللي انا عايز اقولها. هذا ما يصدره لنا السينما المصرية، الافلام المصرية، المسلسلات المصرية، يجيب لك هذا متجوز هذا عرفي، هذا اصل هذا مطلق هذا. وحتى الممثلين ما بينهم وبين بعضهم، تلاقي احمد عز كان زينة وقال لك اصل ديول مش ولادي، وقضايا ومحاكم. طيب يعني الناس هتجيب التوعية منين؟ مفيش توعية، مفيش. يعني وصلنا لدرجة في مصر للأسف الشديد هتودينا لطريق لا يحمد عقبه.
صراحة لازم موضوع الجواز العرفي ده يتمنع تماما في مصر، لازم يتحاكم أي حد يتجوز جواز عرفي، لازم يكون فيه قرارات رادعة وصارمة لأي حد يتعامل بهذا الشكل، ولازم يكون فيه إجراء في المستشفى قبل أنت جاي، لازم يكون فيه إجراء، لازم يكون تاخد معاك إجراء. أنت النهاردة جاي بتقول أنا هذا ابني ولا هذه مراتي ولا، وجايب لي حتة ورقة، فين الشرع؟ فين الجواز الشرعي؟ فين المحاكم؟ فين كل الإدارة، كل يعني الجهات المسؤولة عن الزواج في مصر؟ ولا أي حاجة، جواز عرفي بحتة ورقة ومشي حالك وقول لك هيتكتب باسمه. هذه هي المصيبة الأكبر يا جماعة، المصيبة الأكبر إن إحنا سلطنا الضوء على حتة ورقة ممكن تتعمل بجنيه خلاص هذا كده انت متجوز. احنا بنسهل كده على الناس الزنا، عيني عينك كده. لا يا جماعة، المفروض الجواز العرفي ده يبقى له وقفة في مصر، يبقى له كلمة، يعني تشوف الحكومة ليها كلمة في هذا الموضوع، ما ينفعش يتساب كده على المفتوح. مشكلة كبيرة ومصيبة ستحل، هي حلت ولكن نحاول نعالجها، ستحل على المجتمع المصري ومجتمعاتنا العربية. نسأل الله السلامة، اللهم احفظ وليداتنا ووليداتكم، اللهم احفظ بناتنا وبناتكم، اللهم احفظ جميع أولاد المسلمين في مصر وكل بلدان العالم العربي والعالم الإسلامي. قولوا جميعا اللهم آمين. تحياتي.